إن شاء الله تكونون يا رب دائما بخير وصحة وسلامة. طبعا اليوم هنا تطبيق جديد، تطبيق VPN يعطيك انترنت سرعة خيالية. أكثريتكم راح يقول الVPN شنو إله دخل، الVPN حاجب مواقع أو أنت غلطان عزيزي، لازم تجرب البرنامج بعدين تتكلم. طبعا تطبيق Baseline من أفضل التطبيقات اللي جربتها، ومن أفضل التطبيقات اللي انطتني نتيجة فعالة فعليا، يعني بدون ما اضطر انه اكذب عليكم. فاني مجرب البرنامج وراح تجربونه بعدي، فخلونا نجرب البرنامج ونشوف سرعة اليوتيوب وسرعة الانترنت بالتصفح راح تكون رهيبة جدا. وايضا بعد ما تستخدم وتفعل البرنامج تقدر تروح على اي موقع تختبر الانترنت وراح تشوف انه السرعة الابلود والداونلود ازدادت بشكل رهيب. طبعا البرنامج سهل جدا، هذه هي واجهة البرنامج قدامكم، فمجرد انه تجي تضغط على tap to connect تضغط عليها مرة واحدة راح يطلع لك اعلان، تنتظر على بين ما يكنك. مثل ما تشوفون طلع لنا اعلان فرنسا اعتقد او المانيا. نرجع بعدها على اليوتيوب، بعد ما رجعنا على اليوتيوب راح ننتظر نشغل لنا مثلا اي مقطع كان، اي كان يعني اي مقطع. مثل ما تشوفون وتلاحظون قدامكم يعني انه السرعه مال الانترنت رهيبه، مقطع الفيديو قاعد يمشي، وايضا اذا اريد اجي احرك مقطع الفيديو مره ثانيه او ثالثه او رابعه فما راح يتوقف عندي اليوتيوب ابدا، وراح يظل يستمر الخط بالتقدم اكثر واكثر مثل ما قاعد تشوفون. فاتمنى ان شاء الله يكون التطبيق عجبكم، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامه.